السلام عليكم، معكم سيام صالح من منصة أبواب، معلمة مادة الكيمياء لهذا الفصل. إن شاء الله رح نكون مع بعض بحصص تفاعلية مباشرة، نراجع فيها الدروس المستصعبينها ونحل معاكم إن شاء الله أسئلة مهمة ونشوف أسئلتكم، وكمان رح إن شاء الله نعمل مسابقات. حصصنا ما حتكون بالشرح المفصل لأنه هم مسجلين وموجودين على المنصة، وعشان تكونوا عارفين هاي الخدمة موجودة مجانية لكل الطلاب بالوقت الحالي، فخبروا كل أصدقائكم وشيروا اللينك معانا عشان تحضروا المحاضرات، ولازم تكونوا منزلين تطبيق زوم، وأكيد ما رح ننسى نجاوبكم على أي استفسار أو اقتراح من خلال فورم التقييم اللي بتبعتونا إياه بالنهاية. كيفكم يا عاشر؟ خلينا نشوف الأشخاص الجداد، الناس اللي كانت معنا بالحصص الماضية. احكوا لأصحابكم، ابعتوا لنا اللينك لأشخاص. ياسين رافع إيدك، والله بدي أسمع صوتك. ياسين اعمل أنميوت. سامعني ياسين؟ ياسين ياسين ما عم بسمع صوتك. طيب مهند، السلام عليكم. وعليكم السلام، والله أهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. مهند أول مرة بتكون معانا؟ لا يا مس، الله يسامحك، نسيتوني؟ لا مس، ما نسيناك. شو الأخبار؟ الحمد لله. وين وصلتوا بالمدرسة بالمادة؟ رجعنا على الفصل الأول. ليش؟ في مادة ما أخذناهاش، ما احنا بالفصل الأول. شو هي؟ واللي هي دعية ثواني بس الرابط الأيونية. أيوة، أيونية والمشتركة وزي هيك. إنه أنواع الروابط اللي بتصير جوا المركبات. أيوة بس ماخدناش. أيوة، حلو. كيف الحماس والاستعدادات للحصة اليوم؟ منيحة يعني، صار لي أسبوع متحمس إني أحضرها. أوه طب ممتاز، يلا إن شاء الله تطلع زي ما بدك وزيادة. بإذن الله. أهلا يا مهند. طيب نشوف حدا تاني. عبادة كيف حالك؟ افتح المايك من عندك يا مس. هلا مس، كيفك؟ شو أخبارك؟ لا أنت كيف حالك؟ والله الحمد لله تمام. كيف الاستعدادات؟ والله تمام إن شاء الله. أنا عبادة، متذكر أنك كنت معنا بالحصة الماضية صح؟ كنت ماشي بالحصة الماضية، فتحت ماي. ممتاز، والله أهلا وسهلا. لم بيش يا مس. جنى كمان كنت معنا الحصة الماضية؟ هلو جنى، كيف حالك؟ كيف حالك؟ تمام الحمد لله، انت كيفك؟ تمام الحمد لله. كيف الاستعدادات لحصة اليوم؟ منيحة والله، ممتازة. حلو، والله أهلا وسهلا بمروة. مروة كيف حالك؟ بس افتح المايك مت. مروة افتح المايك. يا سمعتني؟ يس سامعيتك، أهلا وسهلا. يعطيك العافية مس سيام. والله أهلا أهلا بمس سارة، طبعا مس سارة ومس مروة من فريق أبواب، نورتونا والله. أهلا يا مس، أكيد الطلاب مبسوطين بالحصة. طبعا والله مشتاقين لك مس مروة، إن شاء الله نبقى بنشوفك عندنا بعاشر كمان. إن شاء طيب الله. أشخاص تانين. لما كمان كانت معنا بالحصة الماضية صح؟ مرحبا، كيفك مس؟ كيف حالك؟ منيح الحمد لله. شو أخباركم؟ ابناء الحمد لله، ونسلم عليك. كيف الاستعدادات للحصص الجاي؟ مية مية. حلو، أهلا وسهلا يا يزن. يزن رافع إيدك صح؟ رافع إيدك. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف الاستعدادات لحصة اليوم؟ والله الحمد لله، هيني جايب دفتر وقاعدين. ممتاز. مستعد بس. طيب عندي سؤال. يزن اسألني. ايش اخذت بالحصة الماضية لأن ما كنت معكم؟ شو اخذنا على الحصة الماضية؟ الحصة الماضية بلشنا بمادتنا، بلشنا نحكي عنها انه ايش فيها، كيف الفصل الثاني رح يمشي،
وبلشنا بموضوع التغير الكيميائي والتغير الفيزيائي، واليوم إن شاء الله بدنا نكمل عشان نمشي بدرسنا شوي. هنحكي عن موازنة المعادلات الكيميائية اللي أساساً بلشنا فيها المرة الماضية، وبالإضافة يا عاشر عنا رح نحكي عن أنواع التفاعلات الكيميائية، بحيث إن شاء الله اليوم نقدر ننجز درسنا عشان ننتقل لإشي تاني المرة الجاي. بفضل إنه تحكوا لأصدقائكم ولأصحابكم لأنه الحصة اليوم كتير مهمة، وخلينا نرتب الأمور بحيث إنه إذا كان في عنا سؤال فنترك السؤال للآخر، تمام؟ تمام. كالعادة الشات رح تكون مفتوحة لإلكم عشان تكتبوا فيها أسئلتكم. طيب بدنا نشوف عبد الرحمن. عبد الرحمن كان معنا المرة الماضية كمان. عبد الرحمن كيف حالك؟ افتح المايك إذا مو فاتح. السلام عليكم. هلا هلا مس. والله أهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله طيب، الله يسعدك مس. شو الأخبار؟ الحمد لله طيب. كيف الاستعدادات للحصة؟ والله احنا متحمسين كثير يعني صراحة للحصة. طب ان شاء الله. حلو حلو. عم بيعلق عندكم؟ ممكن يكون النت عم بيقطع. ممكن ممكن ممكن. مين كمان من الأشخاص اللي كانوا موجودين معانا المرة الماضية؟ ارفعوا ايديكم خليني اشوفكم. بدر، بدر كان موجود المرة الماضية صح؟ والله اهلا وسهلا. ريان اهلا وسهلا. اهلا اهلا، كيف حالك؟ جنى ممكن تسكري المايك؟ عم بيطلع صوت عنا. إيناس كيف حالك؟ الحمد لله مس، أنت كيفك؟ تمام الحمد لله. كيف استعداداتكم للحصة اليوم؟ متحمسة. حلو. طب بما أنكم متحمسين خلينا نبلش بالمادة ونبلش درسنا. مين اللي عم بيحكي انه المايك مو شغال؟ المايك شغال بس انا بفتحه من عندي. طيب ممكن نسكر مايكاتنا جميعا عشان نبلش بحصتنا، وراح افتح لكم ان شاء الله خلال الشرح عشان اذا في عندكم اي سؤال تسالوني فيه. خلونا نبلش بالاول ب شو رح ناخذ اليوم. هلا رح احكي شو رح ناخذ اليوم، بس خلونا لو سمحتوا نسكر المايك. مس انت درستينا بتاسع على ابواب صح يا رؤى؟ صح صح صح. ولا زلت زينب انت اول مره، والله اهلا وسهلا. بما انه في اشخاص جداد فرح ناخذ نظره سريعه على كتابنا عشان نشوف الماده. اهلا يلين، برضو كونك اول مره اهلا وسهلا. اهلا يا احمد، تشتاق لك الجنه يا رب. شكرا يا رؤى. حلو ياسين مستابع مع أبواب. أنا تمام يا أيهم، أنت كيف حالك؟ والله ممتاز ممتاز، يعني المفروض رؤى مستمتعة أنت هلأ معنا بالمادة، بما إنه مست التاسع هي نفسها مست العاشر. والله ممتاز حلو. أهلا أهلا مرحب ممتاز. شكرا. ريان مس والله ما حدش فاتح من صفنا. عندي مس بكره بس نجيب الامتحان بيحكوا ليش مش ما شرحتي لنا او ليش ما درسنا صح. حلو حلو حلو. مرحبا مسرت احب حصتك والكل انصدم مني. شو هالتعليقات الجميله يا احمد، شو هالكلام اللي بخليني انبسط هيك ونضيع الوقت. يلا بنبلش الدرس، تحكوا ليش اشياء حلوه عشان بطل بدي اشرح. يلا شكرا شكرا شكرا. خلاص اذا بطلكم تحكوا هيك بفتح لكم المايكات وبنقعد نسولف مع بعض للصبح. درس جديد اليوم يا عباده، بدنا نشرح اللي اخذناه المره الماضيه سريعا عشان الناس الجداد. وشكرا شكرا يا عزيزه، شكرا على الكلام الحلو.
نمشي بسريع سريع على الأشياء اللي أخذناها المرة الماضية، زائد إنه بدنا نبلش إن شاء الله بالهات. صح يا أحمد؟ خلاص بكفي، بدنا ندرس. فريق أبواب عم بيحط لنا اللينك تاع الزوم عشان إذا تكون تبعتوا لأصدقائكم وأصحابكم، ويلا نبلش ننطلق سريعا. لا تنسوا إنه في جروب للواتساب لمجموعة الكيمياء بحيث إنه نحكي فيه مع بعض ونتناقش، أوكي؟ وما تنسوا كمان يا عاشر إنه في عنا فورم تقييم بنهاية كل محاضرة أو كل حصة بتقيموا فيه الأداء من حيث يعني من جميع الحيثيات عشان تكون أمورنا تمام. في البداية المرة الماضية تعرفنا على مادتنا، بدي أضطر أرجع بشكل سريع أشرح أهم التفاصيل اللي حكيناها المرة الماضية للناس اللي نورونا وأجونا جديد. بالبداية فصلنا الثاني إن شاء الله تاع الكيمياء بنقسم لوحدتين. الوحدة الأولى عم تحكي عن التفاعلات والحسابات الكيميائية، بدنا نكتب معادلات، بدنا نبلش نشتغل بتفاعلات كيميائية، بدنا نبلش نحسب كميات لمواد داخلة في التفاعلات ومواد عم تطلع من التفاعلات وهكذا. الوحدة ممتعة جدا بس بدها شوية تركيز، لأنه إحنا في البداية عم نحكي عن معادلات وتفاعلات وموازنة، بس بعد هيك يا عاشر رح نبلش ندخل بالرياضيات أكثر، يعني رح نصير ندمج الحسابات مع المعادلات الكيميائية. كتير مهم إنكم تكونوا عم تدرسوا معاي أول بأول عشان في حال كان في أي سؤال نتداركه قبل ما نقطع بالمادة. ليه؟ لأن المادة عم بتكون مادة تراكمية، يعني الإشي اللي عم ندرسه اليوم حيفيدنا الأسبوع الجاي، الإشي اللي عم ندرسه بكرة حيفيدنا وهكذا. بالنسبة للوحدة الثانية اللي هي الوحدة الخامسة بكتابنا، هي وحدة عم تحكي عن الطاقة الكيميائية، الطاقة اللي تكون لازمة لإجراء تفاعلات أو الطاقة اللي بتنتج عن التفاعلات، كيف بدي أحسبها، متى بكون في عندي نواتج من الطاقة في التفاعلات، متى بكون في عندي استهلاك للطاقة في التفاعلات وهكذا. برجع بحكي المادة كتير ممتعة، كتير خفيفة، كل ما قررنا إن ندرس فيها أكثر ونراجع فيها أكثر كل ما كانت إن شاء الله الأمور تحت السيطرة. بدي أبلش زي ما بلشنا المرة الماضية. المرة الماضية كنا عم نحكي عن التغيرات الكيميائية والفيزيائية اللي بحياتنا، وحكينا إنه أنا هون لو جيت بدي أعمل مخطط معاكم وأقسم التغيرات، لو جيت هون وجيت بدي أقسم التغيرات تاعت المادة، رح أحكي أنا بقسم التغيرات لتغيرات فيزيائية وتغيرات كيميائية. وحكينا يا عاشر المرة الماضية إنه التغير الفيزيائي معناه إنه أنا في عندي تغير في خصائص المادة الفيزيائية، سواء لون، شكل، ممكن تكون حالة فيزيائية، هذا بسميه تغير فيزيائي. يعني مثلا إذا كنت عم بحكي عن الثلج وأنا عم بحولها من حالة لحالة أخرى، الماي اللي جوا الثلج نفسها، نفس الطعم، نفس الخصائص، تخلي عن درجات حرارة معينة، بس ما تحولت من مادة لمادة مختلفة تماما، لا، هي بدل ما تكون سائل الماي صارت صلبة أو تبخرت على شكل بخار لما بتطلع على شكل بخار ماء. فهذا التغير يا عاشر بسميه تغير فيزيائي، بينما التغير الكيميائي هو تغير في خصائص المادة الكيميائية والفيزيائية بحيث أنه بتنتج عندك مادة جديدة. يعني أنا ما بقدر أرجع المادة اللي معاي لأصلها، يعني مثلا لو كنت عم بحرق ورقة هون بالتغير الكيميائي ما راح أقدر أرجع الورقة هاي لأصلها، بالتالي بحكي عنه تغير كيميائي. إذا تقسم التغيرات في المادة إلى نوعين، كتير مهم نكون عارفينهم، تغير كيميائي وتغير فيزيائي، ومهم نكون عارفين شو الفرق بين التغير الكيميائي والتغير الفيزيائي. عفوا طيب نيجي لأول درس. في البداية إحنا حكينا عن التغير الفيزيائي على التغير الكيميائي، مهم نكون عارفين شو يعني تغير كيميائي وشو يعني تغير فيزيائي، زائد إنه بدنا نعرف مثال على كل تغير، تمام؟ طيب نيجي على موضوع التفاعل الكيميائي، ومنه إن شاء الله رح ننطلق على موضوع الموازنة. هلأ موضوع التفاعل الكيميائي، شو يعني التفاعل الكيميائي؟ أنا بكون في عندي مواد في المواد المتفاعلة بتطلع عندي مواد ناتجة بصفات مختلفة تماماً. اللي بصير يا عاشر باختصار إنه أنا هون في مواد المتفاعلة بصير في عندي تكسير للروابط، هاي المواد بتكسر الروابط بينها وبترجع بتتكون عندي روابط جديدة في المواد الناتجة، بالتالي بسمي العملية اللي صارت عندي تفاعل كيميائي. إذن التفاعل الكيميائي هي عملية يحدث فيها تكسير للروابط. وين التكسير؟ وين بصير؟
في ذرات عناصر المواد المتفاعلة. هاي جملة مهمة. وبعد هيك بتكون عندي روابط جديدة في ذرات عناصر المواد الناتجة. طيب بتغير معاي نوع المواد اللي دخل؟ لا. أنا عندي بتفاعلي هون عندكم هيدروجين وكلور، طلعت بإشي ثالث؟ لا. طلعت بمواد مختلفة؟ لا. طلعت بعناصر تانية؟ لا. أنا عندي هيدروجين وكلور المتفاعلات، طلعت بهيدروجين وكلور بالنواتج. طيب شو اللي اختلف؟ اللي اختلف إعادة لترتيب الذرات، بصير في عندي روابط جديدة. طيب طلعوا معي على الأعداد، أنا دخلت باثنين هيدروجين باثنين كلور، طلعت باثنين هيدروجين باثنين كلور، بالتالي أنا التفاعل الكيميائي اللي عندي لازم يكونوا في المتفاعلات وفي النواتج الأعداد نفسها، تمام؟ أنا ما عم بمس بعدد الذرات ولا بنوعها، أنا بس كأني عم بعيد ترتيب إلها وعم بشبك الروابط من أول وجديد. واضح مفهوم التفاعل الكيميائي يا عاشر؟ إذا في عندكم أي أسئلة متكررة، حلو، فريق أبو عم بجاوب. طيب في حدا عنده أي سؤال؟ ريان، والله ما بعرف إنك ريان، وأهلا وسهلا وبحب كثير حضورك عندي. في حدا ما فهم لحد هاي الجزئية يا عاشر؟ عشان ننتقل لموضوع المعادلات الكيميائية. حلو، ممتاز، يعني الأمور تمام كلياتها وكلياتكم فاهمين؟ ولا أبلش أسأل هيك بشكل عشوائي؟ ممتاز. طيب نكمل. هسا إحنا بجزئيتنا المهمة واللي تهمك يا عاشر كتير، هي موضوع موازنة التفاعلات الكيميائية. كيف أنا بدي أوازن معادلتي وشو يعني موازنة؟ هلأ لما باش بحكي لك موازنة، دائما أربط بعقلك ميزان ذو الكفتين، الإشي اللي عندي بالمتفاعلات موجود عندي في النواتج، ما في عندي جهة أعلى من جهة، ما في. أنا هون عندي طالبين عم بيشاركوا بجهة المتفاعلات، طالبين بدهم يشاركوا في جهة النواتج. أنا عم بدخل بعدد معين من ذرات الأكسجين، بدي أطلع بعدد معين واللي هو نفسه من ذرات الأكسجين. دائما تخيل إنه أنت في عندك كفتين بدك تساويهم. وضربنا مثال المرة الماضية، هو موضوع البندورة، أو لما تروح تشتري من الخضرة، مش حكينا إذا بدك تروح وتوزن بطرفين بالكفتين تبعونك، رح نحكي إنه أنا في عندي هون كيلو وهون كيلو عشان يعتدل الميزان. هون نفس الشيء. هلأ إحنا ليش منوازن يا عاشر؟ منوازن عشان نحفظ المادة، بحيث إن المادة لا تفنى ولا تستحدث، وإنما تتحول من شكل إلى آخر، وهذا هو نص قانون حفظ الكتلة. هذا مهم. إيش على شو بنص؟ إن المادة لا تفنى ولا تستحدث وإنما تتحول من شكل إلى آخر. يعني أنا لو بدي أحكي مثلا عن الوزن، لو بدي أحكي محمد نزل كيلو، هذا الكيلو ما رح هيك ما طار في الفراغ، هو تحول من دهون لسوائل مثلا، فالمادة لا تفنى، ما بتختفي، وإنما تتحول من شكل إلى آخر. طيب نبلش بالمعادلات، وصراحة أنا بدي أعطيكم معادلات من عندي نبلش فيها بسيطة، وبعد هيك ممكن ناخذ أسئلتكم بموضوع الموازنة، لأن موضوع الموازنة كتير مهم. لو جيت مثلاً بدي أحكي على تفاعل الصوديوم اللي هو Na زائد Cl، بدي أطلع Na زائد Cl، طبعاً هم بيكون Cl2، أنا عم بشتغل عليه أني أفاعل مادة مع الغاز، بيطلع عندي NaCl، هذا هو الملح الموجود في حياتنا، تمام؟ وباجي هون بضرب، أو خلينا نحكي بالأول عن الموازنة. هاي عندي معادلة تكون الملح أو تفاعل الـ Na مع غاز الكلور، وممكن عشان نكون أدق كمان نحط هون HCl عشان أطولها شوي تعرف تشتغلوا فيها. لو حكيت أنا هون عندي HCl، اللي بيصير إنه الـ Na بتاخذ مكان الـ H وبتطلع هي معاها، وبنطلق عندي في هذا التفاعل غاز الهيدروجين. هلأ عشان أوازن معادلتي يا عاشر، بدي أشوف أنا كيف عم بدخل وكيف عم بطلع. أنا من الصوديوم دخلت واحد طلعت واحد، حلو، ما تغير علي إشي، عدد ذراتي بالمواد المتفاعلة يساوي عدد ذراتي بالمواد الناتجة. طيب الهيدروجين دخلت هون كم؟ دخلت هون واحد، طلعت هون كم؟ طلعت تنين، هيك مش صح. باجي بكل بساطة بضرب هون بتنين، صارت الـ H2 والـ Cl2. ليش؟ لأنه هاي تنين كبيرة للعنصر الأول للعنصر الثاني. ماشي؟ ماشي. طيب باجي هون أنا دخلت باثنين هيدروجين، طلعت باثنين هيدروجين وازنتها، بس أنا خربت الكلور. أنا دخلت بالكلور هون اثنين وطلعت هون بواحد، معناها باجي بضرب هون بتنين، شو خربنا؟ خربنا الـ Na. ف
فباجي هون بحط 2 عشان تكون بالصورة. يا عاشر، موضوع موازنة المعادلات الكيميائية أو هاي الطريقة تحديدا بسميها طريقة الصواب والخطأ. شو يعني الصواب والخطأ؟ يعني إحنا منضلنا نحاول ونطلع وننزل ونفوت على جهة المتفاعلات، نفوت على جهة النواتج لحد ما نوصل لموازنة معادلتنا. يعني مش شرط من أول مرة أنا بكتب فيها معادلتي تكون موزونة، تمام؟ طيب خليني أشوفكم في خانة النقاشات. مين عنده أي سؤال؟ شرحتي ممتاز ممتاز ممتاز. عاشر، ما بدي أسكر الشات عشان حابة كتير تكونوا متفاعلين معي، فلو سمحتوا خلونا ملتزمين بنطاق الحصة، تمام؟ إذا في عندكم أي سؤال على الشات اكتبوا، اكتب يا أحمد، اكتب سؤالك. ليش ما حطينا للسي ال 2 عشان الصيغة الكيميائية؟ هلا حنحكي عن هذا الموضوع. ممكن كمان مثال يس. ليش لخمتك يا ياسين؟ ايش ماله؟ طيب نمسح وناخذ كمان مثال لموازنة المعادلات. لو كنت عم بحكي عن احتراق غاز الميثان يا عاشر، اللي هو CH4، زائد O2، عم بطلع ب CO2 زائد H2O. طيب ببلش أنا عندي معادلة كيميائية لها جهتين، الجهة الأولى جهة متفاعلات، الجهة الثانية جهة نواتج. ببلش في العناصر عنصر عنصر، بشوف كيف دخلوا وكيف تم يطلعوا. ببلش مع الكربون، أنا دخلت بالكربون 1 طلعت فيه 1، ممتاز. طيب دخلت بالهيدروجين 4 طلعت فيه 2، طب 2 كيف تصير 4؟ بضربها ب2. طيب باجي هون بحط 2، هي وازنت. طيب بعدين برجع هون، أنا عندي الأكسجين 2 وهون 2 و2 4، معناها هون لازم أضرب ب2، هيك بكون وازنت معادلتي. وفي طريقة تانية يا عاشر، هي إنك تفرط المعادلة. كيف يعني أفرط المعادلة؟ يعني حط، أنا عندي كربون، هاي كربون، وعندي هيدروجين وعندي أكسجين. في المتفاعلات عندي كربونة وعندي 4 هيدروجين وعندي 2 أكسجين. باجي على جهة النواتج، أنا عندي بالكربون 1، بالهيدروجين عندي 2، هاي بالأول قبل ما أوازن، وبالأكسجين عندي 3، صح؟ ولما أوازن بشطب هاي بحكي عندي صار 4، وبشطب هاي بحكي صار عندي 4، فبناء عليه بضرب هون ب2 وبشطب هاي بحكي صار عندي 4. رح ناخد كمان أمثلة، بس بدي اياكم تكونوا قادرين تميزوا شو يعني موازنة معادلة كيميائية. يعني الطرف اللي على اليمين بيساوي الطرف اللي على الشمال يا عاشر. طيب أشوفكم على الشات إذا عم تكتبوا أسئلة. أعيدها؟ حاضر هنعيدها. العفو يا ريماس. يلا يا محمد، هلأ حنعيدها مرة تانية. ممتاز يا يزن. طبعا مهند أكيد، لا أنا في هداك اليوم اللي بتيجي أنت عندي على الحصة يا مهند، ما قلنا طبعا حخليك تشارك معي. ليش انلخمت شوي يا ياسين؟ فهمني، اشرح لي وجهة النظر. اكتبي اكتبي سؤالك على الشات. طيب خلينا ناخذ كمان ضحى، اكيد ان شاء الله. خلينا ناخذ كمان مثال. بس خلوني امسح هون سريعا. Thank you.
مس؟ نعم. رح نخلص اليوم الدرس؟ إن شاء الله. عشان هيك ما بدنا نفتح المايكات يلما. طيب ناخذ كمان مثال. لو كنت عم بحكي عن تفاعل الألمنيوم مع الأكسجين، عندي Al، حط القلم، عندي Al زائد O2، بطلع ب ALO. هسا أنا مش عارف صيغتي الكيميائية هيك صح ولا غلط، شو باجي بعمل؟ هذا الحكي شرحته المرة الماضية، بحط فوق الأول هون موجب وهون سالب. الألمنيوم من عناصر مجموعة رقم 3 بالجدول الدوري، فبحط لها رقم 3، والسالب هاي أصلاً إحنا نعرف إن الأكسجين سالب 2. بما إن الأرقام مش زي بعض يا عاشر، فبضرب عملية ضرب تبادلي، هاي الاثنين بتنزل هون عند الألمنيوم، وهاي الأكسجينة بعطيها 3، فهاي بتكون الصيغة الكيميائية تاعت أكسيد الألمنيوم. طيب تعالوا نوازن، أنا دخلت بالأقل واحدة، طلعت كم؟ طلعت 2، باجي هون بضرب ب 2. باجي بحكي الألمنيوم أنا هون 2 وهون 3، طب لا الاثنين بتصير 3 ولا 3 بتصير 2، اضربهم بعكس بعض، يعني أنا هون عندي 2 حط لها 3، وأنا هون عندي 3 حط لها 2، بس الموازنة أرقام كبيرة على يسار العنصر، ما بحط أرقام صغيرة جوا المركبات، ماشي؟ طيب إيش خربت؟ خربت الألمنيوم، صار الألمنيوم 4، باجي بشطب هاي الاثنين وبحط 4 عادي، هيك بتكون معادلتي توازنت، ماشي؟ طيب خلوني أشرح لكم موضوع أنواع التفاعلات الكيميائية، بعد هيك رح أفتح لكم المجال عشان تسألوا عن الموازنة، ناخد كمان معادلات ونوازنها. هلأ التفاعلات الكيميائية اللي بدنا ندرسها يا عاشر تقسم إلى 4 أنواع. التفاعلات عندي 4 أنواع، النوع الأول تفاعلات الاحتراق، النوع الثاني عندي تفاعلات نسميها تفاعلات الاتحاد، أما النوع الثالث فهي تفاعلات التفكك، وعندي 4 تفاعلات الإحلال الأحادي. طيب نبلش فيهم نوعنا. لما باجي بحكي إنه أنا في عندي تفاعل احتراق يا عاشر، تفاعل الاحتراق أنا عم بفاعل مادة مع غاز الأكسجين، أنا عم بفاعل مادة مع غاز الأكسجين، يعني عم بحرقها، بالتالي الناتج عندك هون بده يكون طاقة، سواء ضوء اللي هو الحرارة، ممكن يكون في عندي وقود، ممكن أشغل فيها السيارة وإلى آخره. طيب كيف بدي أميز إنه هذا التفاعل تفاعل احتراق بده يكون عندي بالمواد المتفاعلة غاز الأكسجين؟ إذا تفاعل الاحتراق هو تفاعل مادة مع أو عنصر مع الأكسجين بحيث يصاحب هذا التفاعل انطلاق للحرارة أو الضوء. لازم تشوف هون عندك في المواد المتفاعلة إيش؟ أكسجين دائما. طيب الاحتراق إحنا بدنا ندرس لها مادتين، إما مواد عضوية أو مواد لا عضوية. هسا المواد لا عضوية ما بعرف شو ممكن يطلع معي بالنواتج، بس على الأغلب بطلع أكسيد المادة، بس المواد العضوية اللي هي مركبات الكربون هيدروجين، يعني بيكون عندك بس في المادة المتفاعلة غير الأكسجين CH، فبيكون نواتجها دائما CO2 زائد H2O. هاد ناتج احتراق أي مركب هيدروكربوني، هاد ناتج احتراق، تمام؟ إذن المادة العضوية يا عاشر هي المادة المكونة من كربون وهيدروجين بس، يعني الصيغة الكيميائية تاعتها يا بتكون مثلا، أعطي مثال، يا بتكون CH4 يا بتكون مثلا C2H6 وهكذا، تمام؟ بس في عندي كربون في عندي هيدروجين، ما عندي عنصر ثالث بالمركب، واضحة؟ بيكون دائما نواتجها ثاني أكسيد الكربون غاز بالإضافة لغاز بخار الماء. طيب وين نستفيد من تفاعلات الاحتراق؟ نستفيد منهم بكتير أمثلة بحياتنا، كاحتراق الخشب، احتراق الوقود، الحرارة، التدفئة، المواصلات، طهي الطعام وغيرها، بالإضافة لأنه احتراق الغذاء بأجسامنا كمان بيزودنا بطاقة. خليني أشوف أسئلتكم.
طيب ما هو انتوا بتكتبوا كتير فانا دوبني قادرة اقرا. طيب نبلش من عند يا جنى لازم نحل طرفين المعادلة. طيب خلونا نخلص ناتج الاحتراق بعطيني هيت يس. لا ما حناخد احنا المركبات هاي يا ريماس، بس لازم تكوني كيف تعرفي شو نواتج احتراق المركبات العضوية. صح يا مهند؟ صح مظبوط، اخذناه بتاسع موضوع الموازنة. مس ممكن اسال؟ ايش يا ياسين؟ عبد الرحمن احكي لي. اما هسه في عناصر معينه بتفاعل الاحتراق؟ راح صوتك ما عم بسمعك. عبد الرحمن الو الو مس. بس احكي لي. هسه في عناصر معينة بتفاعل الاحتراق؟ لا، ممكن أكون عم بحرق فلزات وممكن عم بكون أحرق مركبات عضوية، حسب أنت شو السؤال طالب منك. تمام. طيب أسمع مهند. مهند تفضل احكي لي. بس لا وش شو مش بالعمد كبست عن مايك. أوكي بتكيش تسأل يعني حاليا؟ لا في عندي سؤال. كيف تشارك؟ ايه؟ استاذ مهند بالله عليك تشارك معنا. بنشارك بس بنشارك. قادرين نتنفس احنا مالك؟ الله يسامحك بس. خلينا نشوف اللي بدي اشوف اشخاص جداد ما شفتهم. ما شفت اسمائهم. ارفعوا ايديكم يا عاشر، دعوني اراكم. طيب نبلش من تحت. في ياسمين. ياسمين صوت جديد. ياسمين كيف حالك؟ ياسمين افتح المايك يا مس. الو هلا والله مس. انا مش ياسمين، انا سلام. اهلا يا سلام، كيف حالك؟ الحمد لله سلام. تقدرين اشي؟ لا بس انت حكيتي ارفعوا ايديكم. حلو. طب فاهمين موازنة؟ فهمتها بس ممكن تتحلي اتحقق؟ يس رح نحله ما تقلقي. تمام تسلمي. اهلا وسهلا. في عنا لين. لين كونك اول مره بتشاركي معنا، كيف حالك؟ افتح المايك يا لين. لين. اوكي ريان. ريان مايك. حي الله. كيفك يا مس؟ تمام والله. انت كيف حالك؟ والله الحمد لله بخير الحمد لله. ان شاء الله امورك تمام. والله بس قاعد بتدرب على الموازنة. في اشي مش واضح طيب معك وانت عم تتدرب؟ مس السؤال الخامس شو اسمه بالاسئلة اذا تدرب. السؤال الخامس تعال نشوفه. ثواني بس. مش مشكلة عادي يا مس. السؤال الخامس بالأسئلة الدرس. عم بيسألك وفسر قانون حفظ الكتلة باستخدام التفاعل صح؟ بس يعني الصورة مش واضحة يعني مش فاهم كيف. لا شوف عندك هون يا ريان، أنا عندي اللي باللون الأزرق أو الأخضر هاد هم جزيئات الهيدروجين. هون عندي H2 وهون عندي ايش؟ H2. وهاي عبارة عن O2. هلا احنا في قانون حفظ الكتلة او بالتفاعل الكيميائي بشكل عام مش حكينا انه بصير في عندي تكسير للروابط في مواد متفاعلة وانتاج روابط جديدة. طيب تعال هون افرط لي، افرط المواد المتفاعلة
عندك كم ذرة هيدروجين؟ أربعة. أربعة، وكم أكسجينة؟ تنتين. تنتين. طب تعال على على النواتج، كم هيدروجينة؟ أربعة برضو. وكم أكسجينة؟ تنتين. تنتين. إذن كيف هذا التفاعل حقق قانون حفظ الكتلة بأن عدد الذرات في المواد المتفاعلة يساوي عدد الذرات في المواد الناتجة؟ أيوة هسه فهمت هسه. واضحة؟ آه طلع بسيط. آه لا ما بدي إشارة السؤال. خلاص هيك سهل لعد. خلاص ممتاز. ياسين والله غير أفتح لك المايك. آه يا ريان يلا ضيقة. يلا. يلا احكي لي. آه بحكي لك يعني بس لما يجينا سؤال زي هيك نفك المعادلة يعني. آه فك المعادلة عشان تحكي إنه كيف حقق قانون حفظ المادة أو حفظ الكتلة عن طريق إنه كانوا الأعداد في الطرفين متساويين. آه يا ياسين سمعني صوتك. ياسين افتح المايك مس من عندك. الو حول. الو. هلا والله. كيفك؟ الحمد لله، انت كيف حالك؟ الحمد لله. هسه مس احكي لي بس بالله اطلع شوي بالفوق بال يلا ارجع عند الموازنة. اوكي هون ولا تحت؟ هون 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 هون. أوكي. تفاعل الاحتراق هسه بالنسبة لل تفاعل عنصر او بالاحتراق هذا لازم مثلا يكون انه كيف احكيها مرة حق. هيو مرة هيو مرة شو اسمه طيب شو اسمه ايوه عنصر او مركب من غاز الاكسجين ويصاحب التفاعل. هسا لازم يكون عنصر او مركب. شو بدك تفاعل انت غير العنصر او المركب؟ ما بصير غير ايش الاشي الثاني اللي ممكن تفاعل؟ فاهم. ما في عندي إيش ممكن أفعله غير إني أفعل عنصر أو مركب. يعني مثلاً يا بحرق. مش عارف. يا بحرق الكربون مثلاً هي عنصر، هاد عنصر. يا بحرق المغنيسيوم هاد بسميه عنصر. يا بحرق مثلاً CH4 هاد مركب. أو بحرق C2H6 هاد مركب هيك. عندك سؤال تاني؟ لا شكرا. العفو. يزن. يزن بس اعمل انميوت يا مس. هاي عملت. مس هسه عند المواد العضوية لازم يطلع عندي اللي هي CO2 زائد. عند المواد العضوية لازم يطلع عندي CO2 زائد H2O لازم دائما اذا المادة اللي عم تحرقها مادة عضوية فدائما نواتجك CO2 زائد H2O. طيب نشوف حدا تاني. نعم 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 بس شرح المنصة غير من هون غير هون يعني غاد بيشرحوا لك بطريقة ثانية. حاسة أنا بالنسبة إلي أنا حاسة يعني؟ إنه غاد بيشرح بطريقة ثانية. لا هناك هم بيشرحوا بالتفصيل أنا هون عشان أجاوب على أسئلتكم. أيوه. لأن الأستاذ غاد ما شاء الله عليه فهم كثير بس كيف احكي لك هون ما بتتعمق كثير بالماده غاد بتعمق. ما هو بالضبط احنا بدنا اياكم تروحوا تحضروا الفيديوهات هناك واذا كان في عندك اي سؤال تيجي عندي. أوكي. تمام. طيب نشوف نور. نور ايوه مس بدي احكي لك شو اسمه. الحمد لله تمام كيفك انت؟ تمام. بس حصة كيمياء هذا الأسبوع راحت علي فبس بدي أسألك هلا أنت لما كنت عم تحطي حكيتي إنه الأقل عدد الذري 3 وهيك شيء هدول لازم نحفظهم ولا بيجونا بالامتحان؟ لا هلا هو مش عدد الذري 3 هو موجود في المجموعة رقم 3 بالجدول الدوري فبناء على التكافؤ بيكون موجب 3 مطلوب احنا لازم نحط 3 يس أخ أوكي لازم تكوني حافظيهم. أوكي خلاص شكرا مس ومع التكرار يا نور بتحفظهم إن شاء الله.
شكرا مس. رنيم رنيم اهلا مس، كيف حالك؟ الحمد لله. إذا عندك سؤال مس، صرت تعيد شوي الموازنة؟ حنعيد الموازنة. طيب أوكي، خلينا نعيد آخر مرة الموازنة، ناخد مثال، بعد هيك نكمل التفاعلات وأنواعها عشان ننهي الدرس، وبرجع أفتح لكم إن شاء الله مجال بالأسئلة. هلأ إنه أخذنا مثلا إحنا هون، خلينا نحكي هون FE زائد O2 معادلة صدأ الحديد، طبعا هي بتكون بوجود الماء، بس أنا بدي هدول النواتج. شو بطلع عندي الناتج؟ بطلع عندي الناتج FeO. باجي بغير لون قلمي عاشر عشان أشوف كيف الصيغة الكيميائية عم تطلع معاي. باجي بحكي أنا عندي هون الـ Fe من العناصر الانتقالية، وشحنته على الأغلب بتكون موجب 3، والأكسجين دائما شحنتها سالب 2. بما أن الأرقام مش زي بعض، معناها أنا رح أضطر إني أضرب ضرب تبادلي، فبنضرب هاي 2 هون وبضرب 3 هاي هون، صرت Fe 2O3. طيب هلا أنا شو بدي أعمل؟ بدي أوازن معادلتي، بدي أشوف كيف دخلت وكيف طلعت. باجي بحكي أنا دخلت Fe هون 1 طلعت 2، لا باجي بضرب هون ب 2 ما بزبط. طيب أنا دخلت O 2 طلعت O 3، لا ما بزبط. طيب 2 بالرياضيات بتصير 3، لا 3 بتصير 2 بالضرب، لا. فباجي بضربهم بعكس بعض، كيف يعني؟ يعني هون عندي 2 بضرب هون 3، عندي هون 3 بضرب هون 2، بحطها فوق. ليش؟ لأن الموازنة عبارة عن أرقام صحيحة كبيرة على يسار المركب أو العنصر. طيب شو خربت أنا هيك؟ خربت الحديد. باجي بشطب هاي وبحط 4 عشان يصير الحديد هون Fe تساوي 4 والأكسجين تساوي 6. طيب على الطرف الثاني عندي Fe تساوي 4 و O تساوي 6، هيك بتكون معادلتي توازنت على الطرفين. تمام؟ طيب خلونا نحكي شوي بموضوع أنواع التفاعلات الكيميائية. هلأ إحنا حكينا عن تفاعل الاحتراق، وتفاعل مادة أو عنصر أو مركب مع الأكسجين. طيب تفاعل الاتحاد، شوفوا معاي المعادلة اللي عندنا هون. أنا في عندي مادة عم تشبك مع مادة، عم بطلعوا مادة واحدة. هون أنا عم بشتغل، أنا عم بدخل بمادة زائد مادة عم بطلع بمادة. إحنا بالرياضيات بنعرف إنه ما في شيء اسمه 1+1=1، بس بتفاعل الاتحاد بدنا نضطر نكتبها هيك، إنه أنا في عندي مادة بتفاعل مع مادة بتطلع لي مادة جديدة. هذا هو تفاعل الاتحاد ببساطة، تفاعل مادتين أو أكثر مع بعض عشان يطلع لي مركب واحد بالنواتج. طيب إذا عملت العكس يا عاشر، إذا كان في عندي مركب واحد بالمتفاعلات عم بطلع بمركبين أو أكثر بالنواتج، يعني زي كأني عم بحكي إنه بتفكك. إذا تفاعل التحلل أو التفكك هو تفاعل لتحلل مادة سواء بالحرارة أو بالتيار الكهربائي أو بالضوء عشان ينتج لي عناصر أو مركبات. يعني شوفوا هون مثلا عندي كربونات النحاس اتفككت بفعل الحرارة، هذا الرمز بنحكي عنه حرارة، تفككت لمركبين. طب شو صار هذا نوع التفاعل؟ تفاعل تحلل أو تفكك، تحلل مركب أو مركبين. هون إحنا تحلل مركب الواحد بالحرارة أو الضوء أو الكهرباء. الضوء أو الكهرباء أو الحرارة هون هم عبارة عن عوامل مساعدة، يعني بيساعدوني على إنه يتحلل أو يتفكك معي هاد المركب. أما النوع الثالث أو عفواً الرابع، هون طبعاً مهم تكونوا عارفين إنه تحلل الماء لا يحدث إلا بالتحليل الكهربائي، هو العامل المساعد. أما بالنوع الأخير وهو النوع اللي كتير مهم يا عاشر واللي كتير منركز عليه بمدارسنا، هو موضوع تفاعلات الإحلال. تفاعلات الإحلال شو يعني؟ يعني أنا في عندي إشي عم بحل محل إشي، مادة أو مركب عم بتحل محل مادة أو مركب. ركزوا معي هون وحط عندك على كتابك هون هذا النوع مهم. أنا هون دخلت برصاص أو عفواً بحديد مسمار بمحلول، هذا المحلول هو CuSO4 كبريتات النحاس. بعد فترة من الزمن لاحظوا تغير لون المسمار وبسبب تآكله. ليه؟ شو اللي عم بصير هون؟ اللي عم بصير إنه الحديد
دخلت أخذت مكان النحاس، طردتها برا لحالها وأخذت مكانها هي بالمحلول. طب ليه؟ لأنه الحديد أنشط كيميائيا من النحاس، فبناء عليه قادرة على إنها تطردها من مكانها في المحلول وتأخذه. طيب متى بدي أعرف أو كيف بدي أعرف هذا العنصر قوي ولا ضعيف كيميائيا؟ بدك تكون حافظ هاي الجملة اللي أخذتوها بصف تاسع، بصلكم هون خلينا نكتبها، أخ حارم. هسه هاي زي كود، زي ترك بيني وبينكم، إنه أنا كيف بدي أحفظ أسماء العناصر وترتيبها في سلسلة النشاط الكيميائي ولا إشي؟ باختصار بحفظ هاي الجملة، باجي برتبهم. هلأ البي حرف الباء اللي هو بالأول، بوتاسيوم فرمزه كي، بعدين صوديوم أن إيه، بعدين عندي ليثيوم، بعدين عندي كالسيوم، بعدين عندي مغنيسيوم، بعدين عندي ألمنيوم اللي هو حرف الألف، بعدين الخاء خارصين اللي هو زد أن أو زنك بنحكي عنه، بعدين حاء أف إي اللي هو الحديد، بعدين الآر اللي هو الرصاص بي بي، بعدين عندي النحاس اللي هو السيو. هلأ آخر إشي هون يا عاشر، حط إي جي وحط هون عندك إتش، هاي سلسلة النشاط الكيميائي. بس هي كأنه في تريك بيننا إنه نحفظها هيك بهاي الطريقة. هلأ مين العنصر الأنشط كيميائيا من هاي العناصر؟ هو عنصر البوتاسيوم، هو العنصر الأكثر نشاط. فأنت كل ما عم تنزل هيك في سلسلتك شو بصير في النشاط يا عاشر؟ بقل النشاط، بقل. فلما باجي بدي أشتغل هون على الحديد وعلى النحاس، باجي بحددهم على سلسلة النشاط، هاي النحاس وهاي الحديد. الحديد هو اللي داخل يحل محل النحاس. طب هو بيقدر يحل محله؟ آه. ليه؟ لأنه أنشط منه في سلسلة النشاط. طيب لو صار العكس، إنه النحاس بده يفوت يطرد الحديد، ما بصير. ليش؟ لأنه أضعف منه كيميائيا أو أقل نشاط كيميائي منه. واضحة يا عاشر جزئية تفاعلات الإحلال؟ كتير مهم أكون عارف متى بصير تفاعل متى ما بصير تفاعل. نحفظ الجدول الدوري يا فجر؟ لا 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 لا، ما بدنا نحفظ الجدول الدوري، ما وصلت والله. ضحك، كنت طالبة إن نشرح تفاعلات التحلل، هيك فهمتيهم؟ شو؟ احكوا لي يا عاشر. أنا؟ نعم. حتى في شو اسمه إشي بتفاعل مع المي، أعتقد اللي هو الصوديوم صح؟ أو حتى هو شو من العناصر ولا من المركبات؟ لا، الصوديوم عنصر. أعيد الجملة يا رؤى، بصلكم أخ حرن. أعيد يا أحمد، انتبه معي، إذا كان العنصر أكثر نشاط كيميائياً بيقدر إنه يحل محل العنصر الأضعف في المحلول ويأخذ مكانه. كيف بدي أحدد؟ بدي أعتمد على سلسلة النشاط الكيميائي. لا 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 يا أيهم، ما بدنا نحفظ الجدول الدوري، مستحيل. إذا ضل معانا وقت آي أوس رح نحلها. طيب خليني أشوفكم عندي على ال، أسمع أصواتكم. يوسف، يوسف كيف حالك؟ أحمد إن شاء الله الحمد لله. يعني شو الأخبار؟ الحمد لله، الحمد لله. يوسف عم تحكي إنه المصدر ما كان معنا واجب. يس، احكي لنا شو كان الواجب؟ هو معادلتين. معادلتين. شو الأولى؟ احكيهم يا يوسف. صح يا سلام، مزبوط. بدنا نحل أتحقق؟ يلا نحل أتحقق. أحمد، أحمد كيف حالك؟ الحمد لله. هلا كيف هذا؟ تمام تمام تمام، احكي لي كيف الأمور؟
لا الحمد لله تمام. مس انت اعطيتينا الحصه الماضيه واجب معادلتين، قلتي لنا خليهم الحصه الجايه اللي هي المعادله الاولى H2S زائد O2، بعطيني بالمواد الناتجه SO2 زائد H2O، هاي المعادله الاولى. والمعادله الثانيه S2 زائد O2 بعطيني SO3. اها حلو، وزنته انا وزنته بس ارجع الصوت ولا كيف؟ علق عندي كم؟ ايه؟ اه معلق عندي. نقلني الثانية يا أحمد. تمام. جاب نقلني. H2S. ايش معلق البث؟ S. H2S يا مس. H2S. زائد. O2. زائد شو يا أحمد؟ سكرت المايك. O2. O2 بعطيني بالمواد الناتجة SO2 SO2 زائد H2O H2O. طب كيف وزنتها؟ شو حطيت هون؟ استنى بدي اغير اللون. يلا احكي لي شو حطيت هون. حطيت اول اشي 2H2S. هون شو حطيت؟ اثنين. اثنين اوكي. بعديها حطيت كملت المعادلة زائد 3O2، قبل الـ O2 حطيت 3. أوكي. وبعديها بالمواد الناتجة حطيت 2 قبل الـ S. هون 2. هون. وهون حطيت 2. 2. طيب حلو، أنا بدي أفرطها عشان أتأكد إذا حلك صح ولا لا. أنا تمام. عندي H وعندي S وعندي O. الـ H كم منها عندي؟ كم ذرة؟ 4. الكبريت عندي 2، الأكسجين عندي 6. طيب أروح أجهة المتفاعلات، عندي الـ H في منها 4، الـ S في منها 2، الأكسجين في منها 6. برافو عليك يا أحمد، صح لك. بس يصير أحل الثانية؟ يلا مين ياسين؟ يوسف. يوسف يوسف يلا نقل لي إياها. S8 زائد O2 زائد O2 بيقبل ناتج SO3. مس مو S8 S2 هي. S2 في هون S2 مستحيل، أنا نقلتهم إياها هاي. S8 طيب إيش طلعت؟ SO3. يلا يا يوسف هسا أنا حطيت 2 عند الـ O2 هون. اوكي حطيت 8 عند الـ SO3. طيب هيك صح؟ صح هيك أكيد؟ لا غلط. غلط. لا خلي يوسف لأنه هو ناسي شغلة كتير بسيطة. 8 3 في كمان تحط 3 عند 1 بدل 2 هون في 1 هيك هي بتصير S تساوي 8 والأكسجين عندي هون 24 على الطرف الثاني S تساوي 8 و O تساوي 3 في 8 24 هيك موازنتك بتصير صح. تمام واضحة؟ واضحة يا مس. طيب بدي أشوف حدا من الناس اللي رافعين إيدهم سوي بالشات مين بدي يحل معي سؤال أتحقق؟ مس أنا حالها على S2 معلش عادي بس هي الأصح يا أحمد S8. مس ممكن سؤال؟ نعم هسه سؤال أتحقق عند السهم بس حاطين دلتا ليش؟ احكي لي هسه عند الناتج بس يطلع الناتج عند السهم ليش حاطين دلتا؟ أنا ما كنتش بالحصة الثانية الماضية بيكون رمزها رمز الحرارة إنه تسخين عم بصير. طيب يلا مين بده يساعدني فيه؟ بدي أشوف ناس من الشات. دعونا نختار شخصا لم أراه قبلا. أنا أحلها معك لأن أنا طلبتها قبل. لا بس بدنا نشوف حدا من الشات يا سلام عشان نعطي مجال للناس اللي ما عم بتكون معي. تمام تمام. طيب ناخد
شو بس هدول الناس بدهم يحلوا معي؟ عارين؟ نحن جاهزين. عارين كيف حالك؟ افتحي المايك من عندك يا مس. أعزائي الطلبة. ألو؟ سكر المايك يا ياسين. أوكي، أسف أسف. بأعزائي الطلبة. يلا يا عارين. بدي أحل شو اسمه أتحقق من فهمي صح؟ أو أتحقق. عندي البي بي. بتصير اثنين يعني بي بي. أوكي. اثنين بي بي. هون. لا لا ما بتحطي عليها هون، لا مو هون. ولا وين؟ هلا احنا عندنا رصاص ومع الـ NO3 2. هي هاي الـ 2 للـ NO يعني. صح، طيب هسا انت بدك تحطي اثنين. استري هسا هاي يعني بدي احطها عند الـ NO. هون؟ ايوه هون. اوكي هاي اثنين. طيب وش اسمه وهيك احنا كم بصير عنا انه رصاص بتطلع عنا من المواد المتفاعله واحد والمواد الناتجه واحد فهيك موزونه. هلا عنا ال NO هسه احنا بنحكي بنضرب فاثنين بثلاث ستة، بنعد ال O بتكون عنا هون O واحدة وهون عندك ال O ستة وهون عندك ال O صارت كم؟ سبعة. أربعة زائد اثنين ستة سبعة صح. طيب سبعة. فإيش بنعمل؟ شايفة مس هاي آخر O؟ بنضربها بنص عشان تصير واحد فإحنا بنعادل المواد. صح؟ لا لا يا عارين غلط. لا مش عاد نسكر المايك وما نفتحه أستاذ ياسين. كان could you please إذا ما بدي أجي عليك يعني. عارين إحنا بعاشر نادر ما تلاقي يعني موازنة معادلة فيها أنصاف. طب إيش؟ ما بعرف هلأ هيك أنا حليتها لأنه. طيب خلينا نشوف حدا تاني وشوفي تبعي معانا. تمام. طيب أوس. أوس هيني داخلي أفتح لك يا أوس. الناس اللي بتكون تحكي ماس تحينا المايك مش شايفتينا وينه؟ أوس؟ ألو؟ ألو ألو ألو؟ مع حق هو يا مس يعني عنده وجهة نظر. إيش؟ عنده وجهة نظر يعني. عنده وجهة نظر بشو؟ يعني زي واحد قاعد ساعة هو يحكي المايك مس وبعد قديش؟ أيها الناطق الإعلامي أستاذ أحمد إهدأ. حاضر. هو بحكي إذا كان الحدا مش عارف يجاوب ما بيجاوب. طب هو أنا ما بعرف إنه هو بدي يجاوب يا أستاذ أحمد. يلا أوس. طب قديش ضايلة الحصة؟ يعطيك العافية. صلي على النبي وقعد. يلا. يعطيك العافية مس. هيا الله. كيف بدي أوازنها؟ هسا بخصوص المعازلة بنساوي البي بي اللي هو الرصاص بنحط قبلها تو. هون؟ أيوة. أوكي. هذا مواد هون. خلصنا. بعدين بنحط على البي بي الثاني تو كمان. اوكي بعدين على ان او بنحط 4 هيك المعادله تكون مزبوط. طيب بدي افرطها عشان اتاكد من حلك. افرط حلك مش صح خليني افرطها. يلا بي بي عندي متفاعلات 2 الان عندي 2 ب 2 4 والاو عندي 6 ب 2 12 6 هون هاي هون 6 ضرب 2 عندي 12. طب اروح على المواد الناتجه عند البي بي بتساوي 2 الان بتساوي 4 الاو بتساوي 4 في 2 8 8 و2 10 10 و2 12 صح. احسنت يا اوس. شكرا لك. عفوا. طيب أنا غششت إياها. إيه؟ أنا غششت إياها. لا ليش أنتوا مع بعض نفس المدرسة؟ هو زميل بصفي. شايفة؟ والله. لا. لا لا ما نفس الدرج. ماشي عاشر خف دمك.
يلا تحملكم، ما عندي حل تاني. طيب مسسك سؤال هسه على الانواع التفاعليه. انا ياسين انت قاعد تحكي معي على الشات وبتحكي معي هون، ارحمني مس. مس يصير اسال سؤال. فتح على اربع اجهزه. فالله اكبر، يعني اربع من الناس اللي داخلين على اللايف هم ياسين. اصبر عني يا الله. حاضر ياسمين، انا حعيد لك اتحقق. مين كان بده يسال؟ اشوف الناس اللي على الشات، انتوا الناس اللي فاتحين المايكات اهدوا شوي. انا انا من هذا اللي زعلان وحزين محمد؟ لا والله محمد ما بتطلع من عندنا زعلان، شو مالك؟ تفضل يا استاذ محمد. استاذ محمد كيفك امس؟ هيا الله، مين زعلك استاذ؟ مبروك انك نقيتيني. معلش معلش، انت مش عارف انا علقت مع ياسين ومش عارف اسقط منه. ملي مس. نعم. هسه التفاعلات الكيميائيه انا مش فاهم منهم شيء، شو المطلوب منهم؟ كيف مش فاهم منهم شيء؟ تعال نمشي عليهم سريعا انا وياك. انا بعرف اوزن المعادلات وبعرف اكتب معادلات وبعرف ايش معادلات. هذا مطلوب منك تكون عارف انه انا التفاعلات الكيميائيه لها اربع انواع: تفاعلات احتراق، تحلل، تفكك اللي هم التحلل نفس التفكك، وعندي اتحاد، وعندي تفاعلات الإحلال الأحادي. بلش فيهم واحد واحد. هلا تفاعل الاحتراق هو تفاعل أي مادة مع غاز الأكسجين. لما تبلش تقرأ بمعادلتك وتشوف إنه فيه بالمواد المتفاعلة غاز أكسجين، معناها أنت عم تشتغل على تفاعل شو؟ الاحتراق. بالضبط، وبكون ناتج عنها حرارة أو طاقة أو ضوء. طيب شو مهم كمان تكون عارف؟ مهم تكون عارف انه اذا انت عم بتحرق مادة عضوية. شو يعني مادة عضوية؟ يعني اصولها الطبيعية، يعني عندك بالمركب ما في غير سي و اتش، كربون وهيدروجين. ماشي؟ تمام. دائما النواتج عندك بتكون غاز ثاني اكسيد الكربون ومي، دائما. ومهم تكون عارف لانه ما رح يجيك بالامتحان والله ناتج التفاعل تاع الاحتراق تاع الميثان مثلا اللي هو مادة عضوية غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، لا هذه تكون عارفها أنت لحالك. ماشي؟ تمام. لحد الآن طيب نيجي على تفاعلات الاتحاد. تفاعل الاتحاد أنا بكون في عندي مادتين أو عنصرين عم بيشبكوا مع بعض ليطلعوا لي عنصر واحد، مركب واحد عفوا. ماشي؟ فأنا عندي يعني مادة زي حمض الهيدروكلوريك تقريبا. يس يس يس، أنا عندي مادة مع مادة طلع لي مادة واحدة. تمام؟ تمام. طيب ننزل على العكس. أنا كنت في الاتحاد مادة مع مادة عم بطلع بمادة. طب لو عملت العكس حيكون عندي مادة بتتفكك أو بتتحلل للأشياء اللي منها. بالضبط، فهذا التفاعل بسميه تفاعل التحلل. وهون لازم يكون معاك عامل مساعد، يا بيكون معاك حرارة، يا بيكون معك تيار كهربائي، يا بيكون معك ضوء. اوكي تمام. طيب نيجي على تفاعلات الاحلال. من اسمها يا محمد تفاعل احلال، يعني اشي عم بحل مكان اشي ثاني. اوكي، فانا هون عندي عنصر نشط بده يحل محل عنصر اقل نشاط. كيف بدي اعرف انه هذا العنصر اللي داخل على المركب نشيط ولا لا؟ بس على نشاط. خلص واضحه الامور؟ تمام، شكرا مس. عفوا مس. طيب معشات اذا بدكم شيء. يا عرين مس اتحقق ما فهمتها، يعني المس بالمدرسه ما حلت لنا اياها هيك، ما بعرف ضربت قفر او بنص، يعني هو غلط هيك؟ مش غلط، بس انا بحب انه يعني ما نعقد المواضيع لنوصل للنص. يعني اذا وصلت نص بدها تصير اكسجيني وحده. انه هذولك سته ممكن. مهند عيني مس بدي اشوفك، تعال تفضل عنا مس. تفضل استاذ مهند. الو حول، هل تسمعني؟ اسمعكم. تفضل. مس هذا منتج السؤال اصلا كنت اسالك اياه. عمس ما هو انت لازم تحط لي angry faces على الشات، ايش فيه؟ كنت اسالك سؤال بس شو هو؟ لا 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 اكتب لنا اياه عمس عشان ما تنسى مره ثانيه. طب هالسؤال الجمله هاي بتدل عنها، شو هي الجمله بالضبط؟ لانه كان مقاطع عندي انا. هاي بدي اكتب لك اياها هون. يلا.
بصالكم أخن حرن، وهون حط هيدروجين، وهون حط فضة. أجي شو؟ بصالكم أخن حرن، ما إلك شو معنى هاي الجملة، إلك ترتب هاي نفس الترتيب الأحرف. ليه؟ لأنه كل حرف عم بيدل على بداية اسم عنصر. تمام؟ طيب تمام. في بس بالمثال رقم 2 الحصة الماضية قلت لك هذا بس أنا ما فهمتهاش، قلت لي بنشوفها الحصة الجاي. طيب خلينا أرجع لها. مثال رقم 2 هون. طيب تعال أعيدها هون وأعيد للناس اللي مش فاهم موضوع الموازنة عشان ترجعوا تطبقوا بأسئلة أتحقق. طيب تعالوا هون، أنا عم بحكي عن إنه أنا عندي غاز الميثان، عندي CH4 زائد O2. هاي المادة يا عاشر كونه فيها بس سي وH معناها نواتج الاحتراق عندك CO2 زائد H2O اللي هو بخار الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون. هلأ بتبلش تشوف أنت كيف عم تدخل في موادك وكيف عم تطلع فيهم. أنت عم تدخل في كربوني واحدة عم تطلع بكربوني واحدة، صح؟ صح يا مهند؟ بالحكي للجميع. طيب هون أنا عندي كم هيدروجينة؟ تنتين. أربعة. أربعة. هون كم؟ هون أربعة. هون تنتين. H2. فهون أنا بعلق عندي، بعلق عندي هناك مش أكثر. ماشي. أوكي كم؟ اضحك علينا. اضحك علينا يا مهند. والله بعلق عندي بس. عنده ضعف نظر. تحلفش مس، ما تحلف مس. ما تحلف مس بس. هون عندي O2 وهون عندي كم O؟ أربعة. فباجي هون بضرب بي تنين. عشان تتأكد إنه معادلتك موزونة يا عاشر أفرطها. السي عندي منها واحد. الاتش عندي منها أربعة. الأو عندي منها أربعة. باجي على الجهة الثانية. السي عندي منها واحد. الأو عندي منها أربعة. الاتش عندي منها أربعة. بالتالي معادلتك موزونة وصحيحة. تمام يا مهند؟ تمام يا فندم. تمام. نعم. مس هسه يعني الانواع التفاعل يجي عليها يعني تعطينا معادله تاع التفاعل تحكي لي نوع التفاعل. خلاص هيك سهل. يس يس يس. طب مس؟ نعم نعم نعم. طب ليش طايرين بالمنهاج؟ ليش طايرين بالمنهاج؟ احنا لسه ما خلناش شيء من الكتاب. بس على الاغلب يا مس رح يكون الامتحان تاع الشهر الاول باول وحده. الله عليك مش مخذينش من المنهاج. يا ريت المسرح لا ولا اشي. احنا بناخذه قبل الامتحان باسبوع. بس اشوف اشخاص جديده ما هو. ممكن اسال سؤال؟ تفضلي. بس هسه انت حكيتي لما نحرق مواد عضويه ممكن يطلع انه عفوا قصدي عناصر ممكن انه يطلع حراره او ضوء. طب ممكن انه يطلعوا مع بعض؟ ممكن طبعا. رواش ده لا ما تهمك مس لحد ما تحكي. لا 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 مس انقهرت صلي ساعه قاعد بس بحاول اسال ما ناس برد. لا كله ولا تنقهر مس. طلع احنا ما بنقدر نتعامل. اقسم بالله فوق 30 مسج بعد. لا مس صلي على النبي استهدي بالله. خد نفس خد نفس يلا. ايه مس خلص عادي. يلا احكي لي مس. فكر صفحة 11. هاي افكر صفحة 11. اي شكلين الاتيين يمثلان تفاعل كيميائي صح؟ طيب شوف معايا سامر اسمك؟ سامر. سامر. وسامر طبعا الحكي للجميع لانه هذا السؤال فيه فكره حلوه شايفينه انتم صح؟ واضح عندكم؟ الو مسك ما سامر. نعم سامر. سامر سامر سامر.
طيب هون بسألك أي الشكلين الآتيين يمثلان تفاعل كيميائي؟ شوف المادة كيف دخلت عندك هون بأول واحد وكيف عم تطلع. المادة زي ما دخلت زي ما طلعت، هون صار في إشي جديد عندك؟ لا لا، معناها هاي مش تفاعل كيميائي. طب شوف هون أنا عندي مادة ومادة تانية، صار في تكسير للروابط في المواد المتفاعلة، طلعت عندك مواد جديدة ناتجة بروابط جديدة، إذن هذا تفاعل كيميائي. فهمت كيف؟ فهمت. هلا التفاعل الكيميائي مش لازم المواد اللي بتدخل هي نفسها اللي بتطلع، لا انا لازم يكون في عندي مواد عم تدخل مختلفه تماما عن المواد اللي عم تطلع عندك الناتج. ماشي بس ما هو شو اسمه تعريف قانون حفظ الكتله، مجموع كتل المواد المتفاعله يساوي مجموع كتل المواد الناتجه. يس، انت عم تحكي عن انه يكون في عندك حسب قانون حفظ الكتله نفس الكميات، يعني نفس اعداد الذرات ونفس الانواع، بس الترتيب ومين شابك مع مين لا. تمام خلاص ماشي تمام. انت بيختلف عندك، مش هو اصلا عمليه التفاعل الكيميائي اعاده للترتيب تبع الذرات، بعمل روابط جديده. مش عندي سؤال ثاني. تفضل. مش ايش دلائل حدوث التفاعل الكيميائي؟ ممكن يطلع عندك غاز زي غاز الهيدروجين، ممكن يصير في عندك تغير في اللون، وممكن ينطلق عندك حرارة، يعني المحلول تبعك تحسه تلاقيه سخن، وممكن تترسب عندك مادة في قاع الوعاء اللي عم تشتغل فيه. اوكي ماشي صار. ان شاء الله هيك ما تكون عصبت علينا. بس لا مش بس لانه انا انقهرت شوي، بس انا ما انقهرت، انا ودي انقهر. سلام كنت عم تسألي؟ سلام yes. خلوا سلام تسأل. ياسمينة والله ما حتطلع من عنا إلا راضية. يلا سلام اسألي. كنت أسأل عن اللي قبل إنه إيش إذا بيطلع مع إذا يعني بتبيجوا حرارة وضوء مع بعض أو لا. خلاص أوكي. ياسمينة تفضلي. مهند شو واحد بيبطي مهويل ايه؟ سكر المايك يغني. اوكي خليه يكمل يمس الموال. ليك تمسكن. طيب انت وياه سكر لي المايك. انا قاعد اقرا اخوي مش قاعد بمول. سكر المايك. تقراش قران هسه؟ ما بدي تلتزم دينيا عندي هون. لا خلينا كلنا ملتزمين. رح نلتزم كلياتنا ان شاء الله بفتره الامتحانات اذا الله اعطانا صحه وطوله عمر. هاي المشكله. اكتم 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 سكر المايك. بس مش غير شهر مروح من العمره. سكر المايك ياسمينة، افتح المايك تبعك بس عم بستناكي تحكي عشان اعرف السؤال. اهلا وسهلا مس، بدي شرح تحقق ما فهمته. يلا اتحقق اللي خليكي معي، خليكي فاتحه. هادي ياسمينة صح؟ طيب عاشر، لا تنسوا تعبوا الفورم قبل ما تطلعوا، وما حدا يكتب عنا أشياءات يا أستاذ مهند، اكتبوا في الطلاب بالحصة بيغنوا زي مهند مثلا. طب شو الفرق؟ ليش تظلميني؟ شو الفرق؟ ليش تظلميني يا مس؟ لا مس ما بظلمك، أنا بحكي الصح ما تقلق. يلا ياسمينة ركزي معاي عشان الله يسامحك. هاي البي بي هون دخلت واحد طلعت واحد، ما عندي مشكلة فيها. تعالي افرطي معادلتك تحت، هاي بي بي تساوي واحد، كم عندي ذرة نيتروجين في المواد المتفاعلة؟ هاي الاثنين للأكسجين وللنيتروجين، فأنا عندي ذرتين نيتروجين. طيب كم أكسجين عندي؟ هون عندي ستة. باجي عن المواد الناتجة بحكي أنا عندي بي بي تساوي واحد، عندي نيتروجين تساوي هاي الذرات ضرب اثنين. يس. بعدين هون الأكسجين عندي هاي واحد، هاي اثنين ثلاث أربعة خمسة. تمام ماشي، بلشي فيهم من فوق. البي بي موزونين، خلاص ما في داعي العب فيهم. طيب النيتروجين موزونين، لا هون لازم اضرب باثنين، هاي اثنين. طيب هاي هون صارت هاي اثنين، وغيرت هاي كمان بشطبها، بصير انا هون عندي او وحده، هون اربعه، هاي خمسه، هون صارت سبعه. ما حليت المشكله لسه، باجي بدي احاول هلا اصير اجرب بالارقام. بجرب مثلا اني احط هون اثنين، بصير هاي اثنين، هاي بتصير أربعة، وهاي بتصير 12. عم بجرب أنا لسه ما وصلت لحل. باجي هون
فجرب أضرب هون باثنين عشان أوازن الرصاص، بتصير هاي اثنين، النيتروجين ما اختلفت، الأكسجين بتصير اثنين وأربعة ستة، ستة واثنين ثمانية، لسه ما حليت الموضوع. طيب أنا هون النيتروجين هون عندي أربعة وهون عندي اثنين، لو شطبت هاي الاثنين اللي هون حطيت مكانها أربعة، تعال نجرب، بصير هاي اللي هون أربعة والأكسجين بصير هون عندك اثنين وأربعة في اثنين ثمانية، هون ثمانية وهون اثنين هي عشرة، وهي اثنين هون اتناش. مرة تانية آخر خطوة يا ياسمينة، هون عندي اثنين أكسجين، هون عندي اثنين في أربعة ثمانية، فثمانية واثنين عشرة، عشرة واثنين اتناش، هيك صارت معادلتك موزونة. تمام؟ خلاص تمام، شكرا. العفو. في حدا ضل ما فهم يا عاشر إيش اليوم؟ ريان حاضر، هلا افتح لك المايك. يا ريان احكي لي. مس هسه المعادله كي بلس اتش 2 او، بس بدي انقل لك اياها لانه طلع خربطت. طب نقلني اياها هيا. كي زائد 3 اتش 2 او، كي زائد اتش 2 او هي الاساس صح؟ لا مس 3 اتش 2 او، لا اتش 2 او، اتش 2 او صح. اطلع فيه كي او اتش بلس اتش 2 او زائد اتش 2 او بالضبط. لا زائد اتش 2 او مش اتش 2 او. اتش 2 او بابا، يا والله تلخبطت. هاي الكي واحد هون وهون واحد، امورك تمام بالكي صح؟ تمام. طيب تعال هون، هلا انا عندي هون اتش 2 وعندي هون اتش 3 صح؟ صح. شو بعمل؟ بضرب هاي باثنين، كم صارت عندك الأتشات هون؟ ستة صح؟ لا هون اثنين بواحد. اثنين اثنين اوكي فهمت. اثنين واثنين هون؟ هاي أربعة. هاي أربعة. طب هاي الاثنين كيف بدي أخليها؟ نضربها باثنين. اضرب باثنين. طيب هون صارت عندك الكي واحد، الأتش أربعة، الأو كم؟ تنتين. تنتين. طب في النواتج الأو كم؟ واحدة. تنتين تنتين. توازنت ولا ما توازنت؟ هسه توازن. بس انا هاي اللي مخربط فيها انت شكلك. انا بس وازنت طلع معي كي تساوي 3. لا اذا انت حاطط اتش 2 او ممكن يكون فيها غلط. صح يمكن صح، انا حاطط اتش 2 او. طيب اشوف يزن. صح صح، يسلم ايديك مس. اهلا وسهلا. يزن مس، اسئله مراجعه الدرس، السؤال الثالث او الثاني شو بكون؟ تاع شو؟ اللي هي زين المعادلات الكيميائية الآتية. ماله؟ شو اسمه؟ في فرع اثنين مش عارف. فرع اثنين رح نحل إن شاء الله المرة الجاي، يعني رح نبلش بحل أسئلة الدرس بعدين ننتقل لدرسنا الجديد، كونه مش ضايل معنا وقت إلا خمس دقايق هلا. بس ذكرني فيه يا زين محاضرتنا الجاي. تمام. إيش يا علي؟ فهمتي؟ أهلاً أهلاً يزن. عرين شو اللي مش فهمتي؟ عاشر لا تطلعوا من المحاضرة لو سمحتوا من دون ما تعبوا فورم التقييم المحطوط بالشات من فريق أبواب. هسا ما السؤال؟ هسا البثوث مسجلة صح؟ إيه؟ البثوث مسجلة صح؟ يس 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 يس. طب وين بقدر الاقيها البثوث؟ ابعت على جروب الواتساب اسال فريق ابواب. مو مش راضي يسجلوني بالهذا بالجروب تبع الواتس، مش راضي يدخل الواتس. ليش؟ داري يا انغلط من اللابتوب يا من التليفون والله ما نعرف. لا شوف اللينك على الشات هلا وفوت فيه يا يزن. شكرا يا احمد، شكرا انك عبيت الفورم. طب مس؟ نعم. هاي دخلنا المجموعة، شو صار؟ عشان تسأل سؤال تسأل عليها يا مهند ولا يا محطين ما بصيرش غير مسؤولين المجموعة يحكوا بيها. يس عشان تكون عارف متى محاضرتنا بتبلش يا ياسين، تحضرتنا كم شت أسئلة. الله يعافيك يا عرين، فهمتي خلاص؟ أحكي لك ليش يا مس؟ دلهم يحكوا كتير عن المجموعة. مالك؟ العفو يا عارين، أهلاً
اهلا، عبوا الفورم يا عاشر وان شاء الله نلتقي. يا شكرا يا بدر، مع اني بدر ما سمعت صوتك كثير هذا اليوم، بس ان شاء الله الاسبوع الجاي لنا لقاء. ادرسوا ديروا بالكم حالكم، ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي بهم اعلى. نعم شو حاولت ادخل فورم رضيش هيا هلا بعد حط لكم اياه فريق ابواب بالشات يا ياسين. معلش معلش يا بدر، رح اسمعك المره الجاي. الله يعافيك يا يوسف. مش عادي نعمل كمان حصه مباشره بالاسبوع؟ نعم عادي، نزيد نصير حصتين مباشرات بالاسبوع ان شاء الله. نبقى بنحكي لفريق ابواب ونرتب الامور، ما تقلق. مس نعم. شو كنت احكي؟ تفضل. غلبناك هلا، سامحين اذا غلبناك. بقول لا تذكر تذكر اخوي. لا انا قاعد بحكي، بدل ما تدخلك انت دايما الناس تذكر، بس افتح المايك. ايه دايما تذكر بس افتح المايك. اهدى انتويا اهدى. مس نعم. شو اسمك؟ شو اسمي؟ بدي عبد الفرب. هلو بدر، كيف حالك؟ اسمها ايام 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 بس ولد. ولكن الاسم مبين على الشات ومش عارفه يا زلمه. بدر كيف حالك؟ الحمد لله. ايام يا زلمه. اسمع بدر يا شباب، الحمد لله يا تقييمك. بدر اعمل ان ميوت اذا انت عامل ميوت للمايك عندك. لا مش عامل ميوت. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك؟ ان شاء الله الامور تمام. الحمد لله. في اشي مش فاهمه؟ لا كله كويس. ممتاز، خليني اسمع صوتك بدري ابكر يا ان شاء الله بدري. الحصه الجاي مش الاقيك بالاخير. ان شاء الله نلتقي ان شاء الله الاسبوع الجاي يا عاشر، ويعطيك العافيه. ممكن يعطيك العافيه. مس أنا سلام. بس بس ممكن أنا مثلا الحصة الجاي بس خلاص تعطينا امتحان عن الدرس كامل؟ لا والله. يا ريت. لا 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 على كيفكم، لأنه يلا عاشر. لا لا خلي خلي في يوم الأسبوع الجاي. الله يعطيك العافية. الله يعافيكم. خلي في امتحان والله حلو. طيب المس نفس طلعت.